بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل، نظم النادي بعد ظهر اليوم السباق الثالث لهذا الموسم، والذي أقيم على كؤوس شركة مصانع بلاستيك تايلوس وكأس المرحوم سيد شرف العلوي وكأس إسطبل سافرة للجياد العربية، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة في الصخير. كما حضر السباق سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، وسمو الشيخ نوح بن محمد بن سلمان الخليفة وسمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة وممثلو شركة مصانع بلاستيك تايلوس الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة بتقديم كأس سافرة للجياد العربية إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، فيما تم تتويج الفائزين بكؤوس شركة مصانع بلاستيك تايلوس، حيث قام السيد عادل الجبري المدير العام لشركة مصانع بلاستيك تايلوس بتقديم كأس الشوط الأول إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، كما قدم كأس الشوط الرابع إلى سمو الشيخ عيسى بن عبد الله بن عيسى الخليفة، ثم قدم المدير التنفيذي لشركة مصانع بلاستيك تايلوس عصام الجبري كأس الشوط الثاني إلى المالك الفائز عادل عبد الله. فيما قام السيد فرحان السعيد رئيس مجلس إدارة شركة مصانع بلاستيك تايلوس بتقديم كأس الشوط السادس إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس، وكأس الشوط السابع إلى الفارس الفائز أنس السيابي، كما قدم فرحان السعيد هدية تذكارية من شركات مصانع بلاستيك تايلوس إلى المدير التنفيذي لنادي راشد الفروسية وسباق الخيل الشيخ سلمان بن راشد الخليفة، فيما تسلم سمو الشيخ محمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة كأس المرحوم السيد شرف العلوي من السيد خالد العلوي مشرف السباق بالنادي، هذا واشتمل السباق على 7 أشواط.